شاطئ مارينا سمير، واحد من بين الشواطئ الجميلة المتواجدة بالمنطقة. الشاطئ كيتواجد على سواحل البحر الأبيض المتوسط ما بين المضيق والفنادق، وكيتعتبر من بين المنتجعات السياحية الاصطيافية اللي شهدت انتعاش سياحي في السنوات الأخيرة. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم بحور بلادي اللي كيخليكم تكتشفوا البحورات المغرب. اليوم جينا لا مارينا اللي غادي نكتشفوا الجمالية ديالها. شاطئ مارينا سمير واحد من بين الشواطئ الجميلة المتواجدة بالمنطقة. الشاطئ كيتواجد على سواحل البحر الأبيض المتوسط ما بين المضيق والفنادق، وكيتعتبر من بين المنتجعات السياحية الاصطيافية اللي شهدت انتعاش سياحي في السنوات الأخيرة. محمد، اش اخبارك؟ بخير اختي نسرين. الحمد لله. اليوم حنا جينا عندك البحر ديال مارينا، وحنا كنتواجدوا دابا في واحد لسباس بريفي دايوغ، كنسمعوا الموسيقى لامبيونس، كنشوفوا حتى لو كادر اللي ديفيرون. سي اون بلاج لوكسيوز اللي معروفه بلي باتو بلي جيت، سي فريمون الاود كام ديال البحر عندكم في لو نور. بسم الله، كنشكر كاخت نسرين و البرنامج ديال بحور بلادي. الحمد لله حنا كنتواجدوا في واحد المنطقه ديال مارينا سمير اللي معروفه على الصعيد الوطني وحتى الدولي بانها كتمتاز بواحد، هي وجهه سياحيه ممتازه، وكيجيو لها اغلبيه الزوار خارج البلد. حنا كنتواجدوا في هذه المنطقه هذه هو اللي بيتش كلوب، يعني كاين عندنا تروزات، عندنا باراسوليس، عندنا لي كوكتيل، عندنا كلشي هنايا، ديكوراسيون، عندنا هادشي يعني منظم. وزياده على ذلك عاود على كاين لا بلاج بريفي، كاين بلاج بريفي مخصص للناس الزوار اللي كيجيو يعوموا ولادهم، وكاين اماكن عاود مخصصه للكراء والمظلات. حنا كمشرفين على هذا القطاع ديال لي ترونزات و لو باراسول كنسهروا على النظام ديال البحر باش النظافه ديالو بمشاركه مع السلطات المحليه اللي قايمه بواحد النظام اللي كنشكروه عليهم بزاف باش ندوزو الموسم الصيفي على اكمل وجه. اكسيلون، شكرا محمد على هاد المعلومات. دابا حنا كنتواجدوا في هاد لابارتي بريفي ديال البحر، بالنسبه لهاد ديكوراسيون ماشي اي واحد يمكن يجي ليها، هادي بلاج كيخلص واحد باش كيدخل ليها، ياك سي نورمال. هاد كلوب مارينا سمير يعني بريفي، اللي كيبغي يدخل يعني عندنا حنا هنا الزوار كيجيو من كل بقاع العالم، كيجيو عندنا من فرنسا، من هولندا، من المغرب ديالنا عاود كيجيو هنايا. ترونزات اللي كيبغي ترونزات، اللي كيبغي كافي، ولا كاليتي هنايا كاين الكاليتي كيف ما كتشوفوا عندنا هاد لابارتي هادي فيها بتي ريدو، الا بغى واحد يسد عليه يكون عنده واحد ليسباس بريفي ديالو، وكاين واحد لو كونفور كيف ما غادي تشوفوا اون ايماج، كاين دي زيسباس رون دي ماتلا اللي محطوطين، ولا كولور لي جوست مانيفيك دو بلون اي تركواز، سي تري جولي. وكاين حتى لي صالون في الجهه الاخرى باقيه تما لي صالون، ان بيتي صالون ريدوند لي ترونزات، كلشي موجود الحمد لله. وكاين اللي بغى عاود تشوف نظره ديال الدين، مرحبا. تري بيان، برنامج بحور بلادي كيخليكم تكتشفوا لي بلاج، وكل بلاج عندها واحد لا شوز كي سبيسيال. مارينا سي اون بلاج اللي هي فريمون اوت كام، تري سيليكت تري سيليكت، غادي تشوفوا هادشي دايوغ اون ايماج. وكاين حتى واحد بقيتها كيطلقوا واحد سور دو موس، سي سا؟ وي كومول باش كنخلقوا ديك لومبيونس وديك لي فيستيفال مع كليان ديال فرحه ديال الصيف ضروري. تري بيان، دفاسون فوا بوغ سا اون ايماج، غادي نشوفوا لا موس. محمد شكرا بزاف فوا هاد لا بريزونطاسيون ديال لا بلاج بريفي، وغنخليك وغادي نمشي نكمل لا فيزيت دو لا بلاج. شكرا اختي نسرين. شكرا. سلامة. شاطئ مارينا سمير اللي كيتواجد في مدينة الحمامة البيضاء تطوان، كيبعد على المدينة بحوالي 15 كيلومتر، فضاء سياحي بامتياز جا في موقع سياحي، وكيتوفر على فضاءات ومرافق ترفيهية خاصة مجهزة ومنازل وشقق للكراء، شيء اللي ساهم في استقطاب عشرات الآلاف من سياح الأجانب والمغاربة. الرمال ذهبية والطبيعة الخلابة والهواء النقي والمياه الصافية، كلها مميزات
كيزخر بها شاطئ مارينا سمير، الأمر اللي دفع بالعديد من الأسر سواء المغربية أو الأجنبية لقضاء فترة الصيف بهذه المنطقة من أجل البحث عن المتعة والراحة. الشاطئ كتعتبر أيضا ملاذ لمحبي وعشاق الرياضات البحرية. سي كريم الغيوان، اش اخبارك؟ الله عليك. الناس الغيوان كيجيوك بالعائله؟ لا. الوغ سي كريم، حنا ضياف عندك في مارينا في برنامج بحور بلادي، وكندورو لي بلاج د المغرب، وبغينا نعرفو الا جا واحد يقول لك هضرنا على مارينا، اش ممكن لك تقولنا عليها؟ اولا مارينا كتوجد بين المضيق والفنيدق، يعني في الوسط، ومارينا سمير كتعتبر من احسن الشواطئ اللي كاين في المغرب نظرا للنقاء والامن، يعني كاين الامن هنا، كاين هذا المصطفين كيجي كيلقى راحته هنايا، يعني سواء عادي يجي هو وليداته هذا، سواء كاين اماكن بالمجان وكاين الاماكن للكراء المظلات الشمسيه. يعني انا فاش جيت لقيت بواحد السيد اللي قدم لي واحد لابارتي ديال لابلاج ديال مارينا، اون بلاج كي بريفي اللي فيها واحد النظام، فيها واحد الجماليه، كاين دي جون اللي كيبغيو يخلصوا باش يشرو الراحه ديالهم، وهنا هاد لابارتي كي ان بو بوبليك، واخا هكاك علي سالك، يعني ماشي اي واحد ممكن يجي مارينا. لا مارينا محلوله للجميع، للجميع اللي كاين دي بلاج بخيبه، اصلا لي كوب من طنجه حتى الفيرا محلولين للجميع. سمعتوا مزيان؟ نعم. سي كريم قال لكم لابلاج ديال الجميع. نعم لابلاج ديال الجميع، البريفي هذيك فوق لاكوت، يعني عاد تجي تعوم من حق اي واحد يجي يعوم، ولكن كاين واحد البلاصات كيخصهم للكراء. دونك كاين لي بارتي كي سون بريفي، الناس اللي بغاو يكونوا 80% 80% ديال العموم، العموم 20% ديال اللي كياخذوا رخصه من البلديه ولا من كلشي منظم، كلشي منظم، كلشي مزيان. كاين مارينا سمير كتعتبر من اجمل الشواطئ اللي كاين في المغرب نظرا للنقاء، ودخله حتى درهم عندك في الجيب تبحر وتمشي بحالك. كنشوف انا لي زاكتيفيتي اللي عندكم مارينا، فاش كنت داخله شفت لي باتو كبار، كنشوف لي جيت سكي، كنشوف لي بيدالو. دونك واحد لجا البحر كيفاش يقدر يدوز النهار ديالو في مارينا؟ باش نقول لك مارينا معروفه من الجاليه المغربيه بالخارج، كيجيو لها بزاف، وحتى من الناس ديال الخليج، الناس ديال الخليج كيجيو كي خصهم لي جيت سكي، على 12 سنه وهي كاين لي جيت سكي، لوكازيون جيت سكي تما. كومون فوي سي دايوغ فوزي لي باغ اون ايماج لي جيت سكي. واحد يبغى يدخل البحر كاين جوج طرق، بغيتو جيت سكي كي ان بو كوتي، يعني شويه غالي، مي واحد ما يحرمش راسو، لكن بغات تشهد شي نهار ديال جيتسكي راه هو كاين موجود، اي واحد يقدروا يديروا، اللي عنده فليساتو يجيبو، واللي بغى يدخل البحر ما عندوش امكانيات بزاف يمكن يدخل في البيدالو. وانا بيني وبينك يعني جو بريفير الواحد يدخل البحر كوسوسو بجيتسكي لا بيدالو، البيدالو كيستمتع اكثر، كيبيدالي كيدير ان بو دو سبور. هذا العام كنشوف الحمد لله كاين الامن، كاين النقاء، كاين المهم المصطفين كيجيو كيبحروا وكيجلسوا فيما بغاو، وما كاينش اللي كيهضر معاهم لحقاش احسن السنوات اللي فاتت، يعني كل عام بيان اورغانيزي السلطات ومسؤولين قاموا بالواجب ديالهم الحمد لله. كنشوفوا الدنيا نقيه، كنتسناو على الناس ديال الخارج دخلوا باش يستافدوا الدراري ديال البلاد، هادو اللي كيكريو هذا الشيء هذا عاد ديال المضيق معروفين، لان المضيق معروفه الدراري اللي كيقراو، هذاك نيت اللي درتو معاه شتي جواب سي مانيفيك. في هذا البرنامج كنكتشف بزاف الحوايج، واحد يبغى مثلا يمشي يقرا عنده بغى يوجد الدراسه ديالو، يمكن يديرها البوتي بيزنس سي في، كيخدموا في الصيف البحور وكيدخلوا شويه الفلوس. باش كيتعاونوا على الدراسه وهذا، راه كاينين بزاف تقريبا هنا 300 واحد اللي كيستافد. اكسيلون. ما بيناش صافي لا سيكوريتي، شي كيكري باراسول، شي خدام في الجيتسكي، شي خدام في بيدالو. سي اكسيلون. وما كاينش اي واحد هنا، كاين واحد هنا واحد هنا. انا كنظن ما يفوت 300 ديال المنطقه. يعني حجوا الزياره. نمشيو شويه جهه الجيتسكي. يلا نمشيو. الشاطئ معروف بالمنظر الجميل والنظافة، الأمر اللي جعله وجهة سياحية ومغرية لهواة ومحترفي مختلف الرياضات البحرية مثل جيتسكي. الشاطئ كيوفر مساحات لكراء دراجات جيتسكي وتنظيم جولات بحرية لإمتاع مصطفيه من الصغار والكبار.
كريم سنا على بارتي ديال الجيت سكي. كنظن نورمالمون الجيت سكي ممنوع في البحر، مي هنا دايرين واحد القانون باش الناس ما يتاداوش ويستافدوا بالجيت. دايوغ كيف ما كنشوفوا واحد جاي مورانا. تماما تماما نيشان. هاد هاد البلاصه هادي خصوصا في لونتري دو بور دو مارينا سمير، وي حتى كنتواجدوا حنا. هاد البلاصه هادي مخصصه خاص الجيت سكي، ممنوع السباحه فيها، ما كاينش اللي كيعوم هنا. تكتشوف هذه خاص بالجيت سكي ودايرين لي فيلي. كاين دايرين لي فيلي، دايرين فيلي، دايرين البوليس، يعني البوليس اللي دو لاكازيون يعني. واذا خرجتي للبحر كاين تبحدي، كاين واحد الجيت سكي كيتبعك حادي على داك الشيء، داك الناس اللي كيكريو. يمكن يتلقى على ليسانس، يمكن شي حاجه. كاين هنا لي جيت سكي ديال الناس اللي كيكريو، وكاين حتى لي جيت سكي ديال الناس بريفي الا بغا يديروا جيت سكي ديالهم بالرخصه. هنا هنا هاد البلاصه عليها خاص لوكازيون، خاص بلوكازيون. اللي كيجيب ديالو راه اللي كيجيب ديالو راه كيمنعوهم السلطات باش يخرجوا، لان ممنوع ابدا. هادي خاص بلوكازيون. دونك هاد البلاصه خاصها بلوكازيون. نعم. بالشركه كتدخل، واللي بغا يستافد بالجيت سكي كيستافد. تماما تماما. والبحر الي اكسيلون ديال مارينا، حتى الماء ديالو دافي ما بارد ومنظم. ميرسي بوكو كريم. واحد الحاجه اخرى ما قلتلكش، دابا باش تاخذ تكري لي جيت سكي خصك تجيب لاكارت ناسيونال وتمشي عندهم واحد البيرو لهيه، تسني واحد الكونترا. يعني المده ديال لوكازيون كاين بربع ساعه حتى ما فوق، يعني ربع ساعه نص ساعه كل واحد على قد جيبو. المينيموم ان كار دور، فهمت؟ داكشي زعما انت كيما كتشوف. داك يا كريم، شكرا بزاف اللي عطيتينا هاد لي زانفورماسيون برنامج حر بلادي. شكرا كريم. وصلنا لنهايه الحلقه برنامجكم حر بلادي، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله افيك نوتخ بلاج. الشاطئ كيوفر مساحات لكراء دراجات جيت سكي وتنظيم جولات بحرية لإمتاع مصطفيه من الصغار والكبار. الأجواء هنا في شاطئ مارينا سمير مختلفة تماماً عن الأجواء بباقي الشواطئ المغربية الأخرى. الشاطئ كيتوفر على شروط سلامة صحية ومياه من نوع جيد، شيء اللي جعله قبلة مفضلة للسياح الأجانب خاصة والمغاربة عامةً.